صح. أرجو من الجميع يطفوا تليفوناتهم، يعملوا ليهم سايلنت، لا تلعبوا بالتليفونات ماشي الحال، عشان نحاول قدر الإمكان نخلص في أسرع وقت ممكن. تمام. أنا اليوم عندي جبت أقلام فحم، أتوقع في أنا في عندي هون كمان فحم طبيعي. الله يعافيك. بعدين أجيبها بكرة بالمحاضرة أفضل. تمام. الله يعافيك، مع السلامة. معي أنا زي ما حكيت لكم باستيل، مجموعة أقلام، مجموعة ألوان، بالإضافة ل إذا لزمنا نشتغل بالفحم الطبيعي شوية. عم بجرب التكستشر تبع الأقلام. حكيت لكم أنا قبل هيك عدة مرات عن طريقة الرسم الـ constructive drawing. تمام. وحكيت لكم إنه لون الورقة ممكن إحنا يلعب دور معنا بطريقة التظليل، التكستشر تبع الورقة برضو كمان ممكن يلعب دور بالتظليل. هاي الورقة التكستشر تبعها قريب من تكستشر هاي كانسون، طبعا نوعيتها كانسون، لكن التكستشر تبعها مش زي تكستشر الكانسون، دفاتر الكانسون الموجود معكم، هذا الجرين بيجي زي جرين هندسي هيك. تمام. هذا التكستشر شوية يعني طالع طبيعي اكثر، ماشي الحال. انعم ما في الخشونة الموجودة بالكانسون اللي الأبيض، وهو هذا الورق مخصص للرسم بألوان الباستيل. أوكي، الباستيل، الفحم، هاي الأمور. إحنا معنا فحم، معنا مجموعة أقلام باستيل. طبعاً أنتم ممكن تعملوا باستيل اللي هو الباستيل ستيكس، اللي هي زي الطباشير هيك، زي أصابع الطباشير، ماشي الحال. إذا بتحبوا يعني أنا في عندي، فبعت لكم على في إلي على اليوتيوب، في إلي توتوريال ببعت لكم إياه بشرح عن أنواع الباستيل. إحنا الآن بدنا نعتني شوية بالكونستركتيف ميثود أوف دروينج، أو بالكونستركتيف دروينج، ماشي الحال. الآن أنا شايف الموديل، بحاول اني اوزع الاكتاف، اوزع الرأس، اوزع الجلسة تبعته. اوكي، اشوف كيف التكوين، الكومبوزيشن. والله ممكن انا مثلا ارسم هاي الرجل اللي فوق، اترك الرجل اللي تحت، الركبة عندي تكون هنا. يعني انا بحاول قدر الامكان اوزع ايش الشغل تبعي. وحكيت لكم احنا بالرسم نختلف عن الكتابة. لما انت تيجي تكتب، انت بتمسك من اول الصفحة سواء بالعربي او بالانجليزي وبتبلش تكتب.
صح؟ في كتير فنانين أو رسامين، خلينا نحكي رسامين مبتدئين، ما زالوا بتسيطر عليهم هاي الطريقة حتى بالرسم. إحنا مش هيك بنرسم، لما إحنا نرسم نعمل إحنا construction لإيش؟ للشكل اللي أمامنا كلياته، تمام؟ بنوزعه بعدين بنشوف، بنبلش والله الرأس أكبر شوي، الإيد أكبر شوي، بنصغر بنكبر، ماشي الحال، بنرتب، نستخدم المحايه إذا بدنا، إذا ما بدنا إحنا نستخدم المحايه بنبلش نعمل، بدل ما نعمل خطوط بنبلش نعمل ظلال، بدل ما نعمل خطوط بنبلش نعمل ظلال عشان ما نستخدم المحايه كثير، تمام؟ هلا أنا بدي أحاول قدر الإمكان، يعني راح أشرح وأنا بحكي، لكن يعني أمامكم أنتو الديمونستريشن، طبعا في أكثر من مرة، يعني هذا بجوز الديمونستريشن الثالث اللي أنا بعمل لكم إياه، فأنتو أوريدي فاميليار مع هاي الطريقة للمرة، يعني هاي المرة الأخيرة أنا راح أعملكم إياها، لكن راح أدخل شوية باستيل عشان شوي تاخذ فكرة عن الباستيل أو عن الباستل، تمام؟ باستل يعني ميديوم كتير حلو، ممتع يعني بحاجة لشوية طولة بال، مش عم برسم كيرفات، ماشي الحال يا شباب ويا بنات ويا صبايا، مش عم برسم أنا كيرفات، أدير بالي من الكيرفات. إيدي تتنقل بالتكوين، التكوين أنا عم برسم بكتفي، أنا عم برسم بكتفي، ماشي، عم برسم بكتفي، مش عم برسم بأصابعي، جالس ماخذ راحتي، ماشي الحال، وعمالي إيش برسم بكتفي. الشيء المهم بالنسبة لي هلا حاليا اني افرجيك ايش التكنيك والطريقة، اوكي؟ ما راح شوي اشتغل كثير على التفاصيل، تمام، او على الديتيلز، حاول طلع شبه،
زي ما أنا بعمل بالوجي، أنت بإمكانك تعمل في باقي تفاصيل الجسم. شو يعني اللي هو الميجرمنتس والبروبورشنز، الديتيلز الصغيرة. أنا بدي أحاول أنهي في أقل يعني في نص ساعة، ساعة إلا ربع. قديش صار لي؟ قديش صار الفيديو؟ أنا بدي أحاول أن أنهي. هلا أنا بعض الأحيان شو بسوي؟ بعض الأحيان ما ببدأ بهاي الخطوط، بعض الأحيان ببدأ بالظل والنور دايركت. في فنانين ببلشوا بالظل والنور دايركت، ببلشوا يوزعوا ظلال. بس شوي جيب لي وجهك هيك. أيوة، يعني الدبنس على أسلوب أسلوبك، مزاجك في هذاك بهذاك الجلسة. بعض الأحيان الموديل، كاركتر الموديل، هيك بتحسه بيعطيك يعني فايب معين. طبعا الموديل شو بيعمل؟ بتحرك. يعني اول ما انا رسمته كان شوي هو شوي رأسه مايل. بالله ميل رأسك هيك شوية. ايوة. يعني لقطت، او انا لقطت هاي الحركة. هلا انت ليتر اون ممكن مثلا يتحرك الموديل، انت تعدل رسمتك عليه. تمام. هنا يعني اذا بدي اخذ شوية ديتيلز، كيف احنا how to catch a likeness او how to catch a resemblance، يعني كيف احنا ممكن نحصل على الكاركتر. ماشي الحال. من الاشياء اللي كتير ضبوا لي تليفوناتكم، من الاشياء اللي كتير ضبوا لي اياها بشنطتك لو سمحت. من الأشياء اللي كتير مثلا نحكيها يعني لما إحنا نرسم وجه، إنه مثلا شكل الحاجب. الآن أنت لما تطلع على المراية، راح تشوف والله مثلا كيف شكل الحاجب تبعك، مثلا جاي مستوي أو مثلا في زاوية. هلا مثلا إحنا بنشوف إنه إيهاب مثلا الحاجب عنده في زاوية هيك واضحة. ماشي الحال. في بعض عند بعض الناس هاي الزاوية مش موجودة، يعني بتحس حواجبهم شوي هيك مستوية أو أفقية بعدين نازلين. في ناس حواجبهم خفاف، في ناس حواجبهم إيش غليظة. الحاجب بيعطي كاركتر. برضو كمان نفس الشيء الأنف. في بعض الأحيان قاعدة الأنف بتكون كبيرة عند بعض الناس، ماشي الحال. المسافة ما بين الأنف، بس خليني أرسم
المسافة ما بين الأنف والفم، الذقن ماشي الحال، الوجه استطالة الوجه، احنا بنشوف مثلا إيهاب شوية استطالة الوجه عنده كيف جاي جاي هيك يعني بيضوية ماشي الحال، لكن إذا طلعنا مثلا على وجه تاني راح تشوفوا مثلا شو ماله شوية مثلا مربع أكثر، مكعب أكثر، مستطيل أكثر، مدور أكثر، تمام؟ في عنده طول هيك، تمام؟ فهاي الأشياء الكاركترستيكس، هاي الأشياء الكاركترستيك خلينا نحكي اللي موجودة بالوجه اللي ممكن تعطيني إيش؟ تعطيني شبه. يعني الفم مثلا بحط شوية ديتيل أكتر، في عندي أنا قاعدة الظل مصدر الإنارة وين؟ مصدر الإنارة أنا جاي من هون، مصدر الإنارة جاي أنا عندي من أعلى، كل ما نزلت لتحت كل ما الكونتراست عندي خف والإضاءة والظل عندي خفت، يعني أنا كل ما اقتربت على مصدر الإضاءة كل ما الإضاءة الهايلايت عندي زاد، كل ما الهايلايت عندي زاد والشادو عندي زاد، اللي هو الدبث تبع الشادو واللايت تبع شو تبع اللي هو الهايلايت او يعني السطوع تبعهم، وبالاضافة لايش الى الكونتراست، لكن كل ما انا ابتعدت كل ما ايش صار عندي كل ما خف هذا الشادو وهذا الكونتراست، بحاول انا اوزع طبعا انا عندي البلوزة بيضة فما في داعي اني كتير احط ظل، ما في داعي كثير احط ظل، انا هون بلاحظ في انا عندي هون اللي هي هاي اللي هي عضلة الكتف، عضلة الكتف بسموها بالانجليزي دلتويد وبالعربي اتوقع بسموها العضلة الدالية، هي جاي هيك او رماني الكتف بسموها بجوز باللغة العامية، هو شوي لأنه أنا في عندي شوي هون ظل ونور وشوي في ستريتش هيك طالع عندي هاي هون عضلة الرسغ أو عضلة اللي هو الفور آرم، هون أنا في عندي ظل قوي نوعا ما، وهون يجي اللي هو ايش الكوشن هاي، انا هون في عندي شوي هيك ديب شادو هاي الكوشن، اوكي هون هاي برضو كمان شوية يعني ما ضاير اني شوية اكون اكسبرسيف هيك باللاين تبعي، الشوي اللي هو ال نسينا اسمه هذا السالف
السالف بيعطيني كاركتر. السالف الشارب الفيشل هير الهير بيعطيني كاركتر. اذا انا حابب اطلع الكاركتر اطلع يعني ريزمبلنس له اطلع شبه ريزمبلنس يعني شبه طبعا انا بعمل هيك ببري بهالطريقه للسرعه مش تعمل زيي هذا كلياته راح يتنظف ان شاء الله رب العالمين تمام انا ما في عندي مشكله اكمل الرسم كلياتها بالاسود يعني انا جبت الالوان الثانيه الباستيل هيك ساتشن كيس اذا انا حبيت ادخل شوي شوي احب شوي كمان تعلي هيك تمام يعني الأذن في ناس لما يرسموها يعني برسموها هيك الأذن إلها زاوية يعني الارتكيليشن تبع الأذن شو يعني ارتكيليشن اللي هي عمارة أو تركيبة الأذن على الرأس إذا أنتوا شفتوا البني آدمين الناس بتحسوا سبحان الله برضو كمان يعني في ناس زاويتهم حادة في ناس زاويتهم شوية مش حادة تمام برضو كمان يعني كل ملامح الإنسان سبحان الله كيف يعني تعطينا كاركتر ففي طلاب مثلا بفكروا إنه ما في زاوية خلاص برسم الدان برسمها زي هيك لا هو في زاوية أوكي بعض الأحيان أنت يعني خذ أنت يعني الشكل يعني المعماري تبعها خلينا نحكي ما بدي استخدم كلمة عمارة كتير لكن هي بتحس الكلمة معبرة عن الـ عن 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 طبيعة الكونستراكشن اللي احنا بنعمله لما بنرسم وبرجع بكرر drawing is a thinking process drawing is a ايش is a thinking process تختلف عن عملية الكتابة تختلف عن أو مش عملية الكتابة خليني أحكي عملية النسخ لما أنا ممكن الكتابة لما أحكي كتابة فيها شوية creativity النسخ شوية بتحسوها عملية شو مالها ميكانيكية أظل أشتغل شوية على الظل هون أنا في عندي شوية أظل بشتغل عليه هذا اللي هو the bridge تبع nose bridge يعني رسمة زي هاي رسمة زي هاي للطالب البروفيشنال رسمة زي هاي للطالب البروفيشنال متقدم بالدراسة بدها ست ساعات يحصل على نتيجة يعني حلوة يعني بالديتيلز لكن أنا هنا عم شو بعطيكم يعني the construction how to construct هلا details rendering اللي هي يعني برضو details rendering يعني انت لما تمسك السطح وتطلع العضلات شكل العضلات شكل العضلات كيف متداخلة مع بعضها الوجه كلياته عضلات سبحان الله عضلات الوجه تختلف عن عضلات الجسم لأنه عضلات الوجه جاي مع الجلد يعني جزء من الجلد
كذلك تشوفوا الرجال أو الست لما يكبروا تحسوا هيك شكلهم ليش صار هيك يختلف، ليش؟ لأن العضلات هاي اللي هي جزء بتحسوها بتصير تتداخل مع الجلد بطريقة ما. تمام، شوية ديتيلز، أنا أعطي الديتيلز تبعت العين. تبكي عينيك يا إيهاب لو سمحت، شوف العين. ما أسود العين كتيرة، ما أسود العين كتير يعني. قديش صرنا بنرسم؟ 28 دقيقة. شوية إيهاب بتحسوا عين العينين نعسانات، ها؟ مش لأنه هو نعسان، لأنه العين نفسها شو مالها؟ شكلها بيعطيك هذا، هو مش نعسان ممكن، لكن العين ايوه سليبي اي، هيك هاي اسمها يعني بالانجليزي سليبي اي. سليبي اي بسموها بالعربي العينين الناعسة، بس انا ما حكيتها عشان ما يفكروني عمالي بتغزل بشو اسمه بإيهاب، لأنه سبحان الله لما تنفتح سيرة العينين خلص سبحان الله العينين هيك شو مالهم يعني. بثقافات كثيرة بيحكوا لك العين مرآة الروح. العين مرآة الروح، المصريين القدماء كانوا يعتقدوا إنه لما الإنسان يعيش أو يموت الروح من وين بتدخل؟ من العين. لذلك الكفنز في عندهم إشي اسمه المومياء اللي هو بورتريهات الفيوم كانوا يحطوها مع الميتين. على فكرة كثير انترستينج، إذا أنتوا حبيتوا هيك تشوفوا كيف هو، مش المصريين القدماء، هي مرحلة كانت القرن الأول الثاني الثالث للميلاد، مش كثير قدماء اوكي، لكن بالنسبة لنا هم قدماء يعني. فكانوا كان في مدينة اسمها الفيوم، وكان في اشي معروف هيك ظاهرة فنية اسمها بورتريهات الفيوم، فكانوا يعني شوي اهتموا بالديتيل تبع العين، لانه كانوا يعتقدوا انه العين المكان اللي تدخل منه الروح وتخرج منه الروح، فشوي كانوا يهتموا بالعين برسمها. يعني ما بدي أنا أرسم ديتيلز أكثر من هيك بالوجه، شوية بدي أوزع شوية ديتيلز. بعض الأحيان ممكن إذا اشتغلنا إشي بالباك جراوند يعني يعطيني شوية فايبريشن بالكومبوزيشن. يعني أنا عندي كومبوزيشن هيك بهتم شوية بالباك جراوند حتى يعني بزيد نسبة حلوة هاي نسبة الإكسبريشن يعني. يعني شوية ممكن أعطي هيك شوي هذا الظل اللي وراء الفيجر، ممكن يعطيني يعني جمالية بالكومبوزيشن. قديش صرنا بنرسم يا معتصم؟ 32.
إذا ما طلعش الفيديو حلو يا ويلك يا معتصم. ولا يهمك ومنتج لك إياه. مش أنت يعني أنا بتذكر في المرة الماضية كانت شوية إيدك ثابتة شوية ما شاء الله. طيب هلا وكأنه كتفه شوية أكبر. نرجع نشيك شوية. هلا ليش انا بعلمكم فحم؟ هلا انت في المستقبل بدك تشتغل باستيل راح تحس حالك اورينتد، راح تحس حالك فاميليير مع الباستيل. بالمستقبل بدك تشتغل اويل، لما تمسك فرشايه انا زي ما انت شفت، بس لما اجيت ارسم العينين رسمت مسكت بهالاسلوب. انت مبين ايدي بهذا صح، مسكت بهذا الاسلوب، لكن انا دائما بمسك بهذا الاسلوب. هلا لما انا اجي امسك فرشاه، في فرشاه قريبه منك يا في فرشاه هنا ايوه اعطيني فرشاه ايوه هات لك فرشاه لا 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 فرشاه فرشاه من الفراش الاطوال هذول هاي فيها الوان يعني بمسك انا الفرشاي بهالشكل، بمسك الفرشاي بهالشكل. اشكرك انه هاي صغيره هيك، بمسك الفرشاي بهالشكل، بمسك الفرشاي بهالشكل. لما بدي تيز بضطر بمسك الفرشاي بهالشكل، تمام. لكن انا ليش بمسك القلم او الفرشاي او قلم الرسم، مش قلم الكتاب، قلم الكتاب بكتب انا زي هيك، لكن بمسك زي هيك عشان يصير في عندي امكانيه اني انا ايش احرك ايدي كوعي كتفي، تمام. الكتف حكينا بده شوية شايفين ال يعني انا لو عملت هيك هلا في ملاحظة كثير مهمة انا بدي احكيكم اياها فيما يختص بالورق. الورق لما يكون من هاي النوعية التكستشر تبعه ما بي يعني بياخذ التكستشر تبعه ما بياخذ اللون، ما بيحافظ على اللون بطريقة قوية. لما اجي انا استخدم المحاية الارت اريزر، انا هاي بحب اسميها الارت اريزر، الارت اريزر مستجيب معي. تتذكر المرة الماضية لما انا كنت ارسم على ورق ابيض، الورق الابيض شو كان؟ كان شوي خشن، كان شوي خشن. فلما كنت انا اشتغل بالارت اريزر هاي ما كان يستجيب معي الورق، كان يظل فيه ايش؟ كان يظل فيه بقايا. فانا الان لما اشتغل على هذا الورق، طبعا اعطيني بالله لو سمحت، غلبتك انا اليوم يا باسل، حلو يكون حواليك هيك يعني شباب هيك صاحيين ومركزين. هذا اللي هو الفحم الطبيعي، هذا الفحم الطبيعي. انا اذا مثلا بدي انا اعمل فرضنا هيك اجي تاخذ على السريع. فهذا this is something good. This is something شو ماله؟ good. عمل انا هيك شويه الكتف شويه بده الكتف شويه الكتف طبعا هو شوي يريح الكتف تبعه، الكتف تبعه تغير. لو انا مديت من هون هيك خط وشفت تقريبا هون هيك خط الركبة هون بتيجي
ريح حاله شوي كمان مرتاح يعني. تغيرت الجلسة، الجلسة تبعت إيهاب سحل سحل شوي، لكن أنا يعني أنت الآن تدرب على هاي يعني it's a matter of practice. أنت بدك تدرب ماشي الحال. هلا الفنان الرسام المحترف الرسم عنده from life، الرسم عنده from life، أنا بحط موديل وبرسمه مش من صورة. هلا ليه ترى أنت حاب تشتغل من صورة؟ مش غلط، في فنانين كتير يشتغلوا على الصور، لكن إحنا البراكتس الدروينج أنت كيف تنمي الدروينج تبعك، كيف تنمي البراكتس تبعك، كيف أحط موديل وأرسمه أبتعد عنه. تمام، في ناس برضو كمان الفنانين اختلفوا على شغلة أنا قديش أبتعد عنه. ما في قاعدة أكاديمية بتحكي لك ابتعد عنه 3 أضعاف طوله، ضعفين طوله، ما في. المدارس اتجاهات اختلفت في هذا بهذا الجانب ماشي الحال. في ناس قربوا عليه، في ناس بعدوا عليه. أنا بعض الأحيان برتاح أكتر لما أبعد عنه. إذا أنا بدي أرسم الفول فيجر تبعه ما بقترب، يعني أنا هذا هاي المسافة بينه وبينه، عشان يعني برتاح أخذ هذا الإشي، هذا الكومبوزيشن. بدي أرسمه فل أكتر ببتعد أكتر. وI apply the same constructive way. بطبق نفس الconstructive way. بتخيله structure، بتخيله أشكال هندسية، خطوط. بعدين بالأخير بعمل الكيرفات، بعدين بالأخير بعمل الكيرفات. طيب شوي جبنا أقلام الباستيل هيك. في عندي أنا يعني لما أنا أبلش أشتغل باستيل يعني بعض الأحيان ممكن أنا أروح على المحل أختار الألوان اللي أنا بدي إياها. في فيديو على قناتي على اليوتيوب راح أبعث لكم إياه ماشي الحال عن الباستيل أكثر، لكن يعني ممكن أنا أكتفي بهدول. لما أرسم أويل، لما أشتغل أويل ممكن أنا أحضر هدول عندي على البليتة. فالباستيل الفحم الباستيل شوي بسموها هايبريد تكنيكس. والله اشوف مثلا بدي ابيض هاي هون هاي شايفين يا جماعه هاي انا ممكن هون شويه انا حطيت الشعرات هون خليها تعمل لي هيك افكت للشعرات، لكن او لا ما بديش اخلط يطلع عندي انا جراي شوي ليتر اون بديش يطلع عندي هون جراي، بحط الابيض. وبعدين هنا الجبهة هاي هي اقرب نقطة لشو؟ لمصدر الاضاءة. ممكن عاد لون البشرة شوية هيك عنده شوية بينكش، أوزع شوية بينك وردي. أوكي أشوف القلم الثاني ممكن يعطيني لون أبيض أكثر. الباستيل إذا ما تجاوب معي شو ممكن أحرك الاتجاه، يعني أنا بعمل هيك. إذا ما تجاوب معي ممكن أعمل هيك يعطيني كمان إيش درجة. هون شوية اللي هي الوجنة اوكي. انا شوية تكستشر عندي شوية رف
مش كتير معطي اتنشن ل لل يعني لنعومة ال لنعومة ال الإفك لنعومة ال خلينا نحكي الريندرينج تبعي لنعومة الظل والنور تمام. لكن أنت معك وقتك معك يعني ما يكفي من الوقت من الجهد جاي مرتاح إلى آخره بإمكانك أنت تعمل الديتيلز اللي بدك إياها تمام. البلوزة لونها أبيض شوية. هذا الباستيل هارد ما بعطيني اللون اللي بدي إياه، ما بعطيني لون أبيض قوي. ممكن أنا أحسب حسابي أجيب يعني موجود أنا عندي بالتول بوكس، بس يعني ممكن مرات الجاي. بس هو برضو كمان الباستيل في منه هارد ما بعطيك درجة قوية، وفي منه السوفت بعطيك درجة قوية. فأنا ممكن الأبيض مثلا أجيب منه درجتين أو ثلاث درجات إشي أفتح فأفتح فأفتح اللي أنا بيريحني تمام. أي أسئلة؟ أي أسئلة؟ الله يعافيكم. شوية هيك الشعرات هدول اللي إحنا مسحناهم يعني الكاركتر يعني حبيت النتيجة أنا يعني حبيت ال طبعا. قديش صار لنا يا معتصم؟ 45 45 دقيقة خلص. This is enough. تمام هذا توقيعي. يعطيكم العافية. هام أنا بخصوص الفاينل.